يا أهالي راس التل، أنا الختيار يلي بعمري ما عرفت الخوف. لا هو يعرفني يا خوف قلبي يكون جاي على راس تلتنا شي طايف وعواصمته توقع الفتنه. الله يسترك ما تكون ضحكة الشماتي فيك بآخر أيامك. أفي طريقة نقدر نعرف مين الفاعل؟ ما عملت شيء، أنا ما عملت شيء، قول له هيدا هو الفاعل. شو فاعل؟ أنا إيش حاطوه؟ أفتر! وشوهد على شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب بسوريا مع عصابات تلحة. خبرنا عن حالك. رح تقولي من رأس التلة بلا هيبة. بنا البنا عالبنا جايين نطلب ايد اختك هايفة لابننا محسن. حبه وغيره مش رح اتجوز. اذا ما عملنا شيء بخي رح يجوزني لرشيد غصب عني. يا ويلي يا هايفة يا حبه معك محرمة. قصدي اخطبها بديلك شغلة شهر زمان لنفكس خطبتها على رشيد وبعدين منبطل تكرم عينك. شهر؟ كتير شهر؟ أوصونا كلي عم تغوصوا على بيت أبو صاخ. متعاطفين معه للباطة يا أم الباطة. يستر علي الله يستر عليك. خايفانة؟ مش أنا وحدك. دمنا فدى راس التلة. أنا صار طابع لهم العدة. أنا اللي نشف دم الخل بعروقها مني. وضلك قول لهم إيه وعمل اللي بدك إياه. بس روح إذا بدي أقول يا نعم لكل من عيطلب لهايبة يا نعم.